مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحافة حول العالم. نبدأ أخبارنا لهذا اليوم بعنوان من صحيفة العربي الجديد: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، واشنطن تنسق مع الحلفاء لخروج آمن ومدروس. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: مالت دفة الميزان في الإدارة الأمريكية الحالية لانسحاب نهائي وغير مشروط من أفغانستان وإنهاء إحدى أطول الحروب التي قادتها الولايات المتحدة في الخارج، بحسب ما أعلن عنه بايدن من أمام مقبرة أرلينغتون لقتلى الحروب الأمريكية في الخارج في ولاية فيرجينيا. وأعلن بايدن في خطابه أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن. ووفق مقتطفات من خطابه، تعهد بايدن بمواصلة دعم الحكومة الأفغانية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حتى للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة في بروكسل، حيث أعلن أن محادثاته تهدف إلى التنسيق مع الحلفاء لخروج وصفه بالآمن للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان. هذا وسارعت الدول الحليفة لواشنطن، أبرزها بريطانيا وألمانيا، إلى الإعلان بدورها أنها لن تبقى في هذا البلد بعد المغادرة الأمريكية. نبقى مع صحيفة العربي الجديد وعنوان آخر: الأزمة الأوكرانية تهيمن على العلاقات الأمريكية الروسية. وفي التفاصيل تقول الصحيفة: تشهد العلاقات الروسية الأمريكية توترا غير مسبوق بفعل التصعيد الميداني المتواصل في أوكرانيا، رغم تواصل الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، مشيرة إلى أن العلاقات الأمريكية الروسية تمر بأسوأ محطاتها، مدفوعة بشكل أساسي بالملف الأوكراني الذي أصبح كوبا جديدة موروثة من صراعات الحرب الباردة. وتحولت كل خطوة عسكرية في أوكرانيا أو في البحر الأسود إلى نقطة انطلاق لخطوة مماثلة سياسية تصعيدية من موسكو وواشنطن، وقد تؤدي إما إلى أزمة طويلة تستمر إلى حين انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2024، أو إلى تسوية شاملة تعيد للأذهان العلاقات الدافئة بين بوريس يلتسن والولايات المتحدة الأمريكية. نذهب الآن لموقع عربي بوست وعنوان عن العلاقات المصرية التركية: لأول مرة منذ سنوات، تركيا تعلن عن موعد توجه وفدها إلى القاهرة تمهيدا لاجتماع عالي المستوى. وفي التفاصيل يقول الموقع: قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن بلاده سترسل وفدا بقيادة نائب وزير الخارجية إلى مصر مطلع مايو أيار في إطار مساع لإصلاح العلاقات المتوترة مع القاهرة. وأضاف أوغلو في مقابلة مع محطة إن تي في إن مصر وجهت الدعوة لوفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من مايو أيار لمناقشة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن اجتماعا سيجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات. وشدد أوغلو على أن عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وسيتم تعيين سفيرا. وأضاف أن موعد ذلك لم يتحدد بعد، ويمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة على حد قوله. نبقى مع عربي بوست والعنوان التالي: الأردن غاضب من الانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى، ومفتي القدس يوجه نداء عاجلا لقادة المسلمين للتدخل. وفي التفاصيل يقول الموقع: أدان الأردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وكان آخرها قطع أسلاك سماعاته الخارجية من الجهة الغربية والتعرض لموظف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز أن تصرفات الشرطة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لحرمة المسجد وللوضع القانوني القائم والتاريخي.
كما أكد أن المسجد الأقصى تشرف على شؤونه كافة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي. كما وجه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين من جهته نداء عاجلا لقادة الدول العربية والإسلامية من أجل العمل على وقف العدوان الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، إذ قال المفتي حسين في بيانه إنه يوجه نداء عاجلا للرؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية وشعوبهم، يناشدهم فيه ضرورة العمل لوقف العدوان العنصري المبيت على المسجد الأقصى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث في الشأن الصهيوني الأستاذ فرحان علقم. أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله، تحية لك ولمشاهديك. حياك الله. إذن لو نبدأ بالبيان الذي وجهه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، الذي ناشد فيه قادة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية للتدخل، هل ينبئ هذا بخطورة ما وصل إليه الوضع اليوم في المسجد الأقصى؟ يا سيدي، الأمر أشد خطورة من ذلك، وأشد خطورة مما يبدو من بيان فضيلة المفتي، لأن الأمر على الواقع أشد قتامة. فبالأمس قطعت أسلاك المكبرات الصوت، ومنع الناس من الدخول إلى المسجد الأقصى، كذلك صودرت وجبات الإفطار للصائمين في المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى. هذه الممارسات أيضا، التهديدات باقتحامات شديدة ومتوالية في نهاية شهر رمضان، إذا كانت حرمة شهر رمضان لم تشفع للمسجد الأقصى من وقف الانتهاكات، فما الذي يشفع؟ الأمر جد خطير، وتزداد الخطورة بالصمت المطبق والمخزي الذي يلف العالم العربي بأكمله على ما يجري في داخل المسجد الأقصى وفي داخل المدينة المقدسة. برأيك لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت بالذات، يعني من قبل الكيان الصهيوني؟ لماذا لا يصعد الكيان الصهيوني ما دام محور التهافت العربي يزداد تهافتا على الكيان الصهيوني؟ في العام الماضي كان التهافت الإماراتي والبحريني على التطبيع مع الكيان الصهيوني. الأسبوع الماضي كان التهافت السوداني على توقيع اتفاقيات مع المستوطنات في شمال الضفة الغربية وإسقاط القانون الذي يجرم الاتصال بإسرائيل. والمغرب تلت ذلك بما وقعته من اتفاقيات مع الكيان الصهيوني. المغرب التي تمسك بزمام لجنة القدس، هذا المنصب الفخري الذي ضيعت من خلاله القدس وانتهكت تحت رايته القدس والمقدسات والشعب الفلسطيني بأكمله، لماذا لا يمارس الاحتلال جرائمه ما دام المحيط العربي يشجعه على ذلك؟ ما دام المحيط العربي على الأقل لا يستنكر ذلك. فيما مضى من الأزمنة الغابرة كنا نلوم على العرب أنهم يكتفوا بالتنديد والشجب والاستنكار، اليوم أصبحنا نتمنى أن نجد علامة على الحياة بأن يكون هناك تنديد أو استنكار، لكن الآن الموت المطبق على العالم العربي الذي لا يستنكر مجرد استنكار ما يتعرض له المسجد الأقصى من خطر داهم ومن محاولة للتهويد ومن محاولة للتدمير ومن محاولة لفض المصلين والمرابطين والمتوجهين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من الوصول إليه، لماذا لا يمارس الاحتلال كل هذه الجرائم ما دام لا يلاحق ولا يطالب ولا يعاتب على الأقل ولا يمنع من ممارسة هذه الجرائم؟ فهو مطلق الصراحة يعيث في الأرض فسادا. ماذا عن الوضع الداخلي أستاذ فرحان؟ هل انشغال الداخل الفلسطيني أيضا ومكونات الساحة السياسية الفلسطينية بالتحذير للانتخابات ساهم في تشجيع الاحتلال على هذه الممارسات برأيك؟ على العكس تماما، الاحتلال يحاول أن يلفت أنظار الفلسطينيين
عن استحقاقهم الديمقراطي بشتى الوسائل، فهو يمارس الاعتقالات بحق مرشحين على القوائم، ويمارس التخويف والتهويل بأن نتائج الانتخابات إذا صارت بغير ما يرضى الاحتلال فإن الحصار والتجويع وغير ذلك من التهديدات سيمارسها الاحتلال. لكن ذلك كله لا يفض الشعب الفلسطيني عن حقيقة أن القدس هي الموعد، وأن القدس هي العنوان، وأن البوصلة التي لا تتجه إلى القدس هي بالقطع ليست بوصلة فلسطينية. لكن الاحتلال يمارس جرائمه في كافة الاتجاهات، هو لا يقف عن جرائمه عند حد، هو يمارس الضغط في المسجد الأقصى والاقتحامات ومحاولة التهويد والتدمير في المسجد الأقصى وحصار المسجد الأقصى ومنع المرابطين والمصلين والفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى بشتى السبل والوسائل، وفي ذات الوقت يمارس التهويد، يمارس الاقتلاع، يمارس الهدم والتدمير للمنازل للمنشآت، يمارس طرد الفلسطينيين من أراضيهم الزراعية التي ورثوها كابرا عن كابر. هو يمارس كل ذلك في وقت واحد، هو لا يقف عند حد ولا يردعه أي رادع حتى الآن. نعم، هذه موجة التصعيد تأتي بعد الانتخابات أيضا الصهيونية، وبعد إعادة تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة. برأيك هل يسعى نتنياهو لحشد الدعم ربما من المتطرفين اليمينيين في حكومته من خلال هذه الإجراءات؟ هو يحاول أن يحشد المتطرفين ليستطيع أن يشكل حكومة يمينية متطرفة، وهو في ذات الوقت يحاول أن يخفض أو يسكت وتيرة الاحتجاجات التي يقوم بها الإسرائيليون وفي الكيان الصهيوني ضد نتنياهو، التي تطالبه بالاستقالة والتنحي. لذلك هو يحاول أن يقدم هذه الرشوة للمتطرفين وغلاة المتطرفين من المستوطنين ومن مكونات الكيان الصهيوني، ليقول لهم أنني الأنسب وأنني الأصلح لقيادة هذا الكيان الصهيوني. بالتأكيد هو يمكنه أو هو يمارس أن يحرق الأخضر واليابس من أجل أن يظل على كرسيه وفي موقعه القيادة في إسرائيل. نعم، نأتي إلى بيان وزارة الخارجية الأردنية التي ذكرت بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي يعني برعاية أردنية. اليوم هل يمكن للأردن أن تصطدم مع الكيان الصهيوني بعد هذه التصعيد أو هذا التصعيد في المسجد الأقصى سياسيا على الأقل؟ الرعاية الأردنية يجب أن لا تظل حبرا على ورق، ويجب أن لا تظل هلامية بهذا الشكل. الرعاية الأردنية يجب أن تكون واقعا يمارس على الأرض، تحمي من خلالها القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، تحمي من خلالها كل مقدرات هذه المدينة المقدسة، أن تمارس هذا الدور بحق وحقيقة، بشكل حقيقي، بشكل واقعي، بشكل يجد المواطن صداه وأثره على الأرض. لا 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 يكفي التنديد ولا الاستنكار ولا تكفي البيانات، يجب أن يكون هناك تحرك على الأرض حقيقة. الأردن يمتلك القدرة أن يتحرك في الإقليم وأن يتحرك في الساحة الدولية، في الأمم المتحدة، في المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، مجلس الأمن، غير ذلك من المؤسسات التي لها علاقة بحماية المقدسات في المدينة المقدسة. لذلك لا يصح أن يظل هذا الدور الذي يمارسه الأردن يمارس على استحياء، يجب أن يكون حقيقة تمارس ويجد المواطن الفلسطيني صداها على الأرض. نعم، الأستاذ فرحان علقم الخبير في الشأن الصهيوني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الشرق الأوسط والعنوان التالي: وكيل وزارة الخارجية الأمريكية دعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات،
هل يحمل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية سوء الإدارة والفساد؟ وفي التفاصيل، تقول الصحيفة وجه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل انتقادات قاسية للمسؤولين اللبنانيين في مستهل زيارة بدأها لبيروت، مشددا على ضرورة تطبيق الإصلاحات وتأليف حكومة قادرة على القيام بالمهمة، ومحملا القيادات اللبنانية مسؤولية سوء الإدارة والفساد والفشل في وضع مصالح البلاد في المقام الأول. وأعلن هيل أن زيارته إلى بيروت جاءت بناء لتكليف من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان، ولإعادة التأكيد على التزام أمريكا بدعم الشعب اللبناني. وشدد على أن أمريكا وشركائها الدوليين قلقون للغاية إزاء الفشل الحاصل في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي لطالما طالب به الشعب اللبناني. نبقى مع صحيفة الشرق الأوسط وعنوان آخر: إسرائيل لن ترد على ضرب سفينتها وتهديد مبطن من نتنياهو. وفي التفاصيل، تقول الصحيفة على الرغم من أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا أعلن أن جيشه لن يرد على ضرب السفينة في الخليج العربي، خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهديد مبطن إلى القادة الإيرانيين الذين يوجهون تهديدات لإسرائيل. وكان المسؤول الإسرائيلي قد تحدث إلى وسائل أعلام إسرائيلية وأمريكية عن قيام إيران بقصف السفينة الإسرائيلية التجارية هبريون ردا على التفجير الضخم المنسوب لإسرائيل في المفاعل النووي في نطنز، حيث عد الرد الإيراني ذا منسوب منخفض يمكن التجاوز عنه لمرة واحدة إذا لم يصعد أكثر. وأضاف المسؤول: نحن معنيون بتخفيض لهيب التوتر ولسنا معنيين بالتصعيد. لكن نتنياهو الذي يواجه انتقادات شديدة في الحلبة الإسرائيلية ويتهم بالتصعيد المقصود لخدمة أغراضه الحزبية والانتخابية حذر من أن يفهم هذا الضبط للنفس على أنه ضعف. إلى صحيفة القدس العربي والعنوان التالي: سد النهضة، دعوة سودانية لمواصلة المفاوضات واتهامات متبادلة بين أثيوبيا ودول المصب. وفي التفاصيل، تقول الصحيفة تواصلت الاتهامات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة رغم دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الأربعاء نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي أبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم المفاوضات التي وصلت لطريق مسدود والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 من مارس آذار سنة 2015. وقال حمدوك في رسالة وجهها لنظيريه الأثيوبي والمصري إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة، ما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا. وفي السياق نفسه، وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول سد النهضة، وطلب تعميم الخطابات كمستند رسمي فيه شرح لكافة أبعاد ملف السد ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات. وأعرب وزير الخارجية والمياه الأثيوبيان عن خيبة أملهما إزاء محاولات مصر والسودان اعتبار سد النهضة تهديدا للأمن المائي العربي، في حين أن جميع الدول المشاطئة لإفريقية منها مصر والسودان شدد على أن مثل هذا التسييس غير مقبول، وقال إن على الدبلوماسيين تفهم الوضع على أرض الواقع وعدم الوقوع في الفخ. إلى تقرير من مجلة فورين بوليسي وعن الأردن: لم يحدث انقلاب في الأردن لكن الملك يشعر بعدم الأمان. وفي التفاصيل، تقول فورين بوليسي أن الأحداث الأخيرة تظهر مشاكل في الحكم وسوء الإدارة أكثر من مؤامرة انقلابية، وأن الملك عبد الله الثاني هو الملام، مضيفة أن الحكومة لم تقدم بعد 10 أيام من إعلانها عن مؤامرة للانقلاب على الملك وزعزعة استقرار البلد أي دليل، كما ولم تقدم معلومات عن الجهات الخارجية التي قالت أن المعتقلين كانوا يتعاونون معها ومع أخي الملك الأمير حمزة بن الحسين، مما يعني أن الحكاية لا معنى لها وكل ما شاهدناه هي قصة قديمة في العالم، معركة على الخلافة بين أخوين فقد وضع
وضع الملك عبد الله الثاني أخيه ولي العهد السابق تحت الإقامة الجبرية إلى جانب 18 شخصا من المتآمرين المزعومين. وبدلا من الكشف عن أمير قاد عصيانا، أظهرت كل الحادثة ملكا يميل بشكل متزايد للاستبداد ويشعر بعدم الأمان. ننهي جولتنا بأخبار الرياضة وخبر من موقع بيان سبورت الإخباري. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد موعد مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومباراة ريال مدريد وتشيلسي. وفي التفاصيل يقول الموقع، حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب ذهاب ريال مدريد الإسباني مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي في 27 من نيسان أبريل الحالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنجليزي في 28 منه. ويفتتح ريال مدريد وتشيلسي الدور نصف النهائي بمواجهتهما بملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد، ويلعب سان جيرمان مع مانشستر سيتي في اليوم التالي. ويبدأ مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إياب دور الأربعة في الرابع من أيار مايو بملعب الاتحاد في مانشستر، فيما يختتمه تشيلسي والنادي الملكي بملعب ستانفورد بريدج في الخامس من الشهر ذاته. وتقام المباراة النهائية في 29 من أيار مايو المقبل بالملعب الأولمبي بأتاتورك في إسطنبول. الآن نترككم مشاهدينا مع أهم صور الكاريكاتير لهذا اليوم. وبهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الصحافة حول العالم، في أمان الله.